سي جواد، انت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشرقي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا لك وشكرا على الاستضافه. سي جواد، حنا غادي نتكلموا الان وحنا في مقر حزب الاتحاد الشرقي حول يعني هذه الطعون والدعوه القضائيه اللي ظهرت قبيل المؤتمر الوطني المزمع انعقاده في الاسابيع القليله المقبله. كيف ممكن تتكلموا على هذه الطعون في ظل هذا البيت الاتحادي الان؟ في الحقيقة شيء مؤسف الإنسان لما تلتجئ للقضاء حتى تنتهي مبدئيا، حتى كتنتهي كل المساطير الداخلية. حنا عندنا مؤسسات حزبية، عندنا لجنة الحكمة والأخلاقيات اللي كيترأسها أحد حكماء الحزب اللي هو سي عبد الواحد الرضي، وفيها أعضاء محامون وقيادات حزبية وازنة ومعروفة بنزاهتها وبحيادها عندما تعرض عليها قضايا خلافية داخل الحزب. ولكن مع ذلك إذا كنت أعبر عن أسفي أن بعض الإخوان لجؤوا القضاء علما بأنه لحد الساعة جزء فيهم شارك في التحضير وفي المجلس الوطني وشاركوا بالتصويت امتناعا، وتفاجأنا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذات بعد سياسي وأخلاقي، كيف زعما غدا قائد حزبي غيجي لعند المناضلين بقرار قضائي؟ أنا القضاء كيقول لي خصكم تكونوا معاي، صحة وتكونوا معاي أو رفضوا بعض الأشياء اللي صوتوا عليها الاتحاديين، بغينا ولا كرهنا. هذوك اللي كانوا داخل القاعة راه 220 ديال الناس صوتت 201 على المقرر التنظيمي، اشتغلنا لمدة عشرات الساعات، صدق بالإجماع على المقرر السياسي هذا، وكانت هناك تصريحات ديال انه لن يذهبوا الى المعركه القضائيه، سيلتجئون الى سيمارسون او سيخوضون معركه سياسيه فقط. فتفاجئنا. وعلى اي حال كيبقى حقهم، حنا عندنا ثقه مطلقه في القضاء ديال بلادنا، ولا بد ما نقولوا بانه هذه سابقه يمكن وقعت جوج ولا ثلاثه المرات في التاريخ ديال الحزب، وقعت مع السي ابو زيد الله يرحمه مع البديل، وقعت قبل من ذلك مع حفيظ مع الشبيبه لما كان السي عبد الرحمن اليوسفي لما كنا نحضر مؤتمر الامل. وقعت يمكن وحكى لي احد الاصدقاء منذ قليل بانه لما وقع النقاش في 75 ملي كان غيتحول من الاتحاد الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، رفض السي عبد الرحيم بوعبيد بكباره وبالعظمه ديالو انه يدخل للقضاء التسميه ديال حول التسميه ديال الاتحاد الوطني، وقال له ما سيدي لا ماشي الاسم هو اللي اساسي، المضمون هو اللي اساسي. فشيء مؤسف على اي حال ان نوصلوا مع بعضنا، وحنا عاد قلنا بسم الله عاد بدينا. نعم، ولكن واش ما كاينش تخوف من هاد الناس اللي كيلجؤوا للقضاء على انهم ربما عدم كاين شرط ديال الثقه بين هذا المرشح ولا هذا الشخص هذا والقياده، على اعتبار انه القياده واش ممكن تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت؟ شوف، القانون ديال الحزب فيه كل الضمانات لحمايه الحقوق والواجبات كذلك، ماشي فقط غير الحقوق. كل الناس ما جايهم متخوفين للمجلس الوطني، ما تكلم معاهم حد، دخلوا وشاركوا واقترحوا وداروا نقاط نظام في الجلسه العامه وكذا، وهذه يعني علاش التخوف؟ احنا ماشي في الاخير احنا ما يعني يتم تصوير الامر وكانه حرب عصابات او كاننا جالسين هنا بلي باربوز، والامر غير هذا بتاتا. اجواء كانت سليمه وتعودنا اننا نختلف مع بعضنا. شوف، دوزنا في التحضير للمؤتمر الثامن اشياء اخطر بكثير من هذا الاول، ما وصلناش للقضاء، اخطر بكثير. كنا نجتمع وكانت كتجتمع اللجنه الاداريه انذاك تقريبا مره في الاسبوع من بعد الاقاله السي محمد اليازغي والقياده الجماعيه وقياده السي عبد الواحد الراضي وكذا، هذه وصلنا، ولكن ما وصلناش الأشياء. يعني كيف امام هذا اللي مشى مع اخوته مع المناضلين القضاء، كيف غدا سياتي للمؤتمر؟ نعم، ما كنتش بانه ربما حتى هذه التصريحات التي كانت قبل السيد الشقر ربما هي اللي جعلت ان هاد الناس هاد العنصر الثقه اللي كنتكلم عليه. لا لا لا، ابدا ابدا ابدا. يعني شوف، انا لما تنشوف التصريحات يعني كاين، حنا كنناقشوا الافكار كتكون تشنجات في بعض الاوقات، هذا مؤكد، والانسان راه كيجيري البشر، وملي اصعب شيء يمكن لك تدبره هو الانسان، هو البشر وطموحاته والخلافات ديالو والنزوعات ديالو والخفي فيه والظاهر فيه وكذا، وهذه ولكن هذاك لا يبرر. شوف، انا ما حتى اذا ما لقيتش نفسي في واحد الاطار وحسيت براسي مقصي، نمشي ندير ان بو دريكول، ولكن لما نوصل للقضاء وامام الناس وكذا، وهذه يعني شنو هي الرساله اللي كنبعثوا؟ كيف يمكنني نكون انا وياك غدا في هذه القاعه وانت جاي لعندي دخل لي بحكم قضائي غدا من القضاء؟ يعني كان كيبقى القانون فوق الجميع، يعني ما ممكنش انه نتكلموا على هذا. حق مكفول لهؤلاء الاخوان،
وحنا عندنا ثقة مطلقة في القضاء في بلادنا، والإنسان لما تشدوا عليه السبل خصو يلتجأ للقضاء وخصها تولي قاعدة. ولكن الحياة الحزبية هذا ماشي نزاع حول إرث أو حول الممتلكات أو حول أشياء ذات الطبيعة، هذا واحد التراث وطني كبير. الخلافات كانت تشدوا فيه عبد المهدي بن بركة منع من صعود المنصف المؤتمر الثاني للاتحاد الاشتراكي، منعوا التيار النقابي أنك المحجوب بالصديق، ما مشاش كيدعيهم في القضاء، منع المهدي بن بركة بجلال قدره وبعظمته، مدعى من أنه يقرأ الاختيار ما سمي بالاختيار التوريد التقرير السياسي، وما مشاش للقضاء. ومع ذلك أنا أحترم رأي هؤلاء. نعم طيب، نترك القضاء هو اللي يقوم بالمقام ديالو وننتقل إلى بيت الداخل للاتحاد الشركي. الآن كان تعديل مؤخرا يسمح بتمديد الولاية الثالثة للكاتب الأول للحزب، يعني في نظركم هل هناك مبرر لهذا التعديل؟ شوف، هذا أولا ما كاينش التعديل، هذا واحد النوع من الترويج للخطأ. وأنا اليوم داير حوار في إحدى الصحف وقلت أنه إحنا درنا أن باكيج، إحنا المؤتمر بغينا ولا كرهنا، أنت شفتوا البارح وزير التعليم العالي وقف الدراسة في الجامعات وقال كل شيء سيتم عن بعد. إحنا بغينا ولا كرهنا في حالة طوارئ، طوارئ تفترض أنه كيف خصنا وملزمين كذلك بقانون الأحزاب اللي كيعطينا 4 سنين. إحنا الولاية ديال هذه المكتبس ديال هذه القيادة انتهت وخصها توضع المؤتمر، وإحنا مكرهين عنا إكراه ديال الدعم العمومي كذلك، إذا ما درناش المؤتمر سيتوقف عن حزبنا الدعم العمومي، عما بأن الدعم العمومي ولا هو أحد أهم مصادر التمويل ديال الحزب. ملي ولات الظاهرة ديال الدعم العمومي قلات القضية ديال الانخراط والالتزام الشهري والمساهمة الشهرية ديال المناضلين، يعني مصدر التمويل للحياة الحزبية عموما راه هو الدعم العمومي. اللي باغي نقول أنا في هذه القضية هو أنه حنا درنا واحد الباكيج متكامل فيه تاريخ إعلان المؤتمر. حنا القانون يلزمنا أن نعلنوا على مؤتمرنا في 3 شهور، علنا عليه غير قبل 3 شهور، اضطرينا نعدلوا القانون الداخلي. حنا القانون كيقول أن المؤتمرين ينتخبون على قاعدة البطائق الحزبية والأصوات، لأننا هذه السنوات الأخيرة العضوية ولا ماشي ضعيفة، ما الناس لا توليها اهتماما جديد البطائق والتزام الشهري، قلنا سنعتمد الأصوات كمعيار موضوعي في انتخاب المؤتمرين، واضطرينا نعدلوا القانون الداخلي. حنا في القانون الداخلي الولاية الثالثة كاينة، الناس ما كتقراش، كاينة في القانون الداخلي، غير الشرط اللي كاين شنو هو؟ هو أنه دير ولايتين ثم ولاية فارغة تنقص ولاية ويمكن لك ترجع الولاية الثالثة. قلنا وعلما بأنه هذا رئيس الجهاز التنفيذي، ولكن العضوية في الجهاز التنفيذي القانون الأساسي والداخلي كيقول لك يمكن لك تكون فيها 3 سنين، فكيف يعقل أنك كنت كاتب أول مثلا أو كاتب إقليمي عندك الحق غير في ولايتين، واحد غير النائب ديالك وعضو معاك عنده الحق في درنا التوحيد على صعيد جميع المؤسسات الحزبية التوحيد. لا، ماذا عن قمة هرم ديال التوحيد؟ التوحيد بين 2 و3، التوحيد بين العضوية وبين رئاسة الجهاز التنفيذي. واحد درنا أنه اليوم إحنا ملزمين أن نعدل أن نعقد المؤتمر عن بعد وحضوريا. لا قبل من هذا نتكلموا على الكتابة الأولى كتنظيم كمؤسسة، هل هناك تمديد لها أم غير تمديد؟ هذا متروك للمؤتمر المقرر التنظيمي، كيقول توحيد القانون فيما يتعلق برئاسة وعضوية الجهاز التنفيذي، وهذا الشيء ماشي نهينا. من المبرر للجوء لهذا الأمر؟ هذا إرادة ديال الاتحاديين، هذه إرادة ديال الاتحاديين. الاتحاديين تيقول لك سيدي حنا كنا في واحد المعركة ديال حياة وموت في الانتخابات الأخيرة، كنا في معركة حياة وموت الاتحاد، ونقول لك بصريح العبارة هؤلاء الإخوان الآن اللي دايرين هذا الشيء المعارضة والضغط وكذا وكذا وكذا، هادو كانوا ينتظرون أن يفشل الاتحاد ليقوموا بغير نفس المعركة، كانوا سيخوضون معركة الخلافة ديال القيادة الحالية تحت مبرر الفشل. لما نجحنا ولات المبرر هو القانوني ديال التمديد ما التمديد، وعلى أي حال التمديد الآن لم يحسن فيه أحد. المجلس الوطني كأعلى سلطة تقرية بين المؤتمرين قال رأيه، والمقرر التنظيمي إلى انتبهوا الإخوان والأخوات اللي هما موضوع اللي داخلين في هذا النزاع كذا، هذه قلنا أنه سيعرض على المؤتمر للمصادقة عليه في أول جلسة، إذا لم يجيزه المؤتمر مريضنا ما عنده باس، سنعمل بما هو قائم الآن. إذا أجازه المؤتمر ثم احنا مرتبطين ماشي فقط غير بإرادتنا، احنا كاين الدولة وكاين القانون وكاين وزارة الداخلية، راه هادشي غنحطوه لدى المؤسسات الرسمية، احنا ماشي في الغابة، غنحطوه لدى المؤسسات إذا كان فيه القانون ويحترم الضوابط القانونية ديال بلادنا والدستور والتشريعات المتعلقة بقوانين الأحزاب تبارك الله. إلا ما كان شيء
فمريضنا ما عنده باس غير رجعوا للاصل اللي هو العمل بالقوانين اللي هي ساريه جاري بها العمل دابا الان في حزبنا. ولكن ماشي شوف انا هذا، ولكن من حيث الفلسفه العامه البعض يقول بانه غالب الظن انه سوف يتم اعاده انتخاب او اعاده ثقه في السيد الكاتب العام. ان بعض الظن اثم. انا تنحكم على ما هو قائم. احنا دينا ديك الشيء ب 201 عضو ديال المجلس الوطني صدقوا عليه وتسعود امتنعوا، لا احد كان ضد، وتسعود الاخوان واخوات امتنعوا. وهذا الشيء قلنا بانه غيمشي للمؤتمر الوطني ليعرض في الجلسه الاولى باش يولي المؤتمر كاعلى سلطه سيد نفسه هو الذي يقرر في القوانين كما يقولون. كيقولوا اودي ماشي المجلس الوطني اللي مخول لتعديل القانون الاساسي، كنقولوا لهم متفقين غنمشيو للمؤتمر. اذا المؤتمر صدق عليه عاود غيمشيو للقضاء. طيب يدعو المؤتمر. احنا ملي كنتكلموا على المؤتمر السيد النفسي يتكون من مؤتمرين طبعا. الطريقه التي تم اختيار بها او سيتم اختيار بها المؤتمرين، البعض كيقول بانه ما عندناش واحد بنيه ديمقراطيه وما كتعطيناش واحد مؤتمرين اتحادي صرف يعني. لا شوف هذه القضيه ديال الاتحاديه خصوصا اعتمادهم على الاصوات والناس اللي الله جاوا. لا كانت هذه بعدا من المؤتمر الثامن وحنا كنعتمدوا القضيه ديال الاصوات ماشي جديده. من المؤتمر الثامن ونحن نعتمد قاعدة الأصوات الانتخابية ديال آخر انتخابات تشريعية وجماعية تعقد وكنزيدوا عليها واحد نسبة 25% ديال البطائق الحزبية. اليوم اعتمدنا فقط علاش بمبرر موضوعي، لأنه شوف كان كيوقع لنا واحد الإشكال. كتمشي الإقليم كيجيب لك في انتخابات 500 صوت، ملي كنجيو للمؤتمر كيجيبوا لك 2000 بطاقة. وهذه 2000 بطاقة فين كانت؟ علاش ما صوتتش عليك؟ فعلا القاعدة دابا الموضوعية اللي تسري عليا وعلى الآخر هي الأصوات. واخا هادو إخوان ديالنا وأخوات ديالنا وحنا ما نبغيو نوصلوا حتى مع شي واحد. يعني لما تتشن حرب دابا الآن حنا في واحد الحرب كلامية يومية وماشي لا علاقة لها بالأفكار السياسية. طعن في الأشخاص وفي الدمم وفي الأعراض وفي الحياة الخاصة وفي الحياة كذا. كيف أنا يستحيل أنا كجواد شفيق دابا كشخص كيف يمكن لي نتعايش مع هذا غدا الا ولا هو في القياده ديال الحزب ونخرج حتى انا وندير 4 ريال ديال فيسبوك وديال الانترنت ونولي غير جيب يا فم وقول. خصنا نضمنوا واحد الحد الادنى ديال التعايش الاستمرار ديال هذه الحركه، لانه كنا كنقبلوا مع بعضياتنا. الناس كانت كتقبل بعضها. راه وقعت اشياء خطيره في التاريخ ديال الاتحاد بين الاتحاديين، ولكن قدرتهم على ان يتعايشوا وعلى ان يتصالحوا وعلى ان يجدوا ارضيات ديال التوافق ماشي ديال الابتزاز ماشي ديال الضغط. ما نتذكر معك تعطيني بلاصتي فين غنكون وشحال وحقي في هذا الجهاز وحقي في هذا الجهاز. الزمن انتهى. ثم الاتحاديه اللي داروا المعركه كل الناس ويجي الوقت نقولوا هذا الشيء. كل هؤلاء كانوا يتنبؤون بان الاتحاد هما دخلهم واحد لو سيندروم دو ليشيك ديال الاتحاد غيفشل. يعني طبعنا مع الفشل وسنفشل وسنستمر في الفشل. وكانوا كيحضروا هذه المعركه اللي قائمه دابا الان تحت غطاء الفشل. القياده الفاشله القياده الفاسده هكذا. لما شوف 20 انا ضد السي احمد الشامي كيقول لك بحال 20 و35 بحاله ماشي معيار. لا معيار السي احمد، انت لما كنت وزير كنت غير 38 برلماني كان عندنا. شحال كان عندنا؟ اليوم عندنا 34 في الغرفة الثانية اللي يسبق للاتحاد الاشتراكي انه كان عنده العدد اللي عنده دابا اليوم. حتى لما كان الغرفة فيها 275 برلماني. هذا ماشي نجاح. لماذا ولا تبخسوا الناس اشياءهم؟ انا كنت في فاس داير معركة عام ونص وانا جالس في المقر من 8 حتى ل 8 الليل يوميا، ولا احد مد من هؤلاء يده لي، لا سياسيا ولا ماليا ولا تنظيميا ولا اعلاميا، حتى واحد. بامكانات بسيطه وبدعمين ديال القياده ديال الحزب ودرت انجاز. جبنا من صفر مقعد 20 مقعد، من صفر برلماني ولا عندنا برلماني ولنا ممثلين في الجهه وفي الغرف وفي الجماعات وعندنا النواب ديال العمده دابا الان وكنترأسوا مقاطعه. هذا ماشي نجاح. يجي واحد يقول لا هذا ماشي نجاح ماشي معي. وشنو هو طيب النجاح؟ طيب السؤال الاخير، هل ممكن نقول بانه المرشحين كاملين في كفه واحده على انا بالنسبه الي اولا بعدا بالنسبه للقاغنا باش نقول لك القضيه الولايه الثالثه الناس تتكلموا عليها هي ماشي معطي مركزي اولا. ثانيا لحد الساعه سوف يعرض على المؤتمر. ثانيا دريس الجقال لم يترشح لحد الساعه. ناس دايرين معركة على أشياء مازال ما كيناش. يقولوا لنا واش دريس حط شي ترشيح ولا كذا، وهذه الأولى. مازال حتى ليلة المؤتمر. حتى المؤتمر. وهذا لضمان التعدد. يمكن لي نقول لكم أكبر الناس انفتاحا اليوم داخل المكتب السياسي هو الكاتب الأول دريس الجقر.
بحيث في الاجتماع الاخير طرح انه كل من وضع ترشيحه بلا ما نديروا لجنه تاهيل. حنا اعضاء المكتب السياسي اللي قلنا خصنا نديروا لجنه تاهيل. حنا اعضاء المكتب السياسي ما قال وللامانه قال بانه اللي وضع ترشيحه سنحيله على رئاسه المؤتمر وفي ذلك ويجي يتنافس. فيما يتعلق انا بالنسبه لي هما على نفس القدر من التساوي مع اختلافات. اللي غاب على الحزب 10 سنين ماشي بحال اللي كان في وسط المعركه اللي طلق علينا الناس على اي حال. يعني الله يهدي ما الله يهدي ما خلق. انا 40 عام في الاتحاد كاين اللي ما عندوش في عمره 30 عام وباغي يقود هذا الاتحاد ما عندنا حتى مشكل. ولكن خليو الماء منين يدوز. لما تدير كل اشكال ديال التقريع وديال القذف وديال كذا كي غندير نتعايش معك. لما تولي قائد غير تفضل اخويا انا غنضمن لك لابي نمشي نجلس بحالاتي ونتمنى لك النجاح. لانه في نهايه الامر هذه الحركه اللي بناها المهدي وعمر والسي عبد الرحيم وضحاو من اجل الناس واللي هي ديال المغرب. هذا الاتحاد ماشي ديالي انا ولا ديال دريس ولا هذا. راه عبد الرحيم قيل فيه ما لم يقل مالك في الخمر. عبد الرحمن اليوسفي الاتحاديين هما اللي جراو عليه من الاتحاد باش ما نبقاش نكذبوا على بعضياتنا. عبد الرحمن اليوسفي الاتحاديين سي محمد اليازغي حديت ولا خرج تصوبت تأسست جرائد ضد سي محمد اليازغي. عبد الواحد الراضي خلاص داكشي اللي تقال فيه كذا المخزن فعال ترك سفير كذا هذه هذه. ولهذا اي واحد جا لنا حتى اللي جا غدا عبد الكريم او حسنة او سي محمد بوبكري الله يشافيه او مو عبد المجيد او شكون او دريس او الاخ امام شكرا وكذا هذه اللي جا الله يعاونه. ولكن خصو يعرف بان الاتحاد هو هذا. راه ما غاتجيبش شي حزب اخر جديد. اللي عطى الله هو هذا. تنفتح مرحبا تمشي تزيد جرعات اخرى من المصالحه هذا مطلوب. ولكن الرصيد اللي باش خدمتي وحققتي هذا الشيء خصك تحافظ عليه. ماشي هذا الرصيد خصني نلوحو من النافذه السيء فيه خصو ما يبقاش معنا. حتى انا هذا رايي اللي ما مزيانش خصنا نقولوا الله يعاون. الا كنت انا ما مزيانش وما بقيتش صالح لهذا الاتحاد خص الاتحاد ملي يقولوها لي نقتنع بها ونمشي نجلس في داري. ولكن القول بانه هادشي كله قياده فاسده واللي بقى في الاتحاد كله اما ريعي او منبطح او فاسد او كينتظر حقه من الكعكاش من الكعكه. جو شفيق انت عضو المكتب السياسي الاتحاد الشراكي كنت معنا شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا.